سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، في هذه الأيام كثر الخوض في شؤون الأمة ممن ليس لديهم علم وليسوا مؤهلين لذلك، وأصبح الناس يتعرضون لكثير من الشبهات التي تلبس عليهم دينهم، وساعد في ذلك وسائل الإعلام كالإنترنت. فضيلة الشيخ، نحن في حيرة ونحتاج إلى كشف الحقائق ودفع الشبهات، ومنها أولا الاستدلال بحديث أخرجوا اليهود من جزيرة العرب على شرعية الجهاد في بلادنا، ثانيا قول إن العهد والأمانة لمن في هذه البلاد في بلاد المسلمين منقوض بما يفعله الكفار المحاربين في البلاد الأخرى. على واحد واحد، الأول أخرج المشركين من جزيرة العرب. نعم، أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقول هذا لا يبقى في جزيرة العرب دينان، هذا دليل على أنه لا يجوز الإنسان أن يستقدم الكفرة، ليس الإنسان يستقدم خادم أو خادمة كافر في جزيرة العرب، وليس له أن يستخدم عاملا كافرا، لأن هذه الجزيرة هي التي هي منبع الإسلام ومهد الإسلام، والإسلام قام على أكثر في العرب، فينبغي أن تكون سالمة خالصة. بعض الناس لا يبالي، تجي يستخدم خادم كافرة أو خادمة كافرة، سائق كافر، اندوس، تجده لا يبالي. بعض الناس يستخدم عمال كفرة، حتى بعضهم قال إن العمال كفر أحسن في العمل، أو أنه يعملون في وقت الصلاة والعياذ بالله، هذا لا يجوز، يحرم عليه. فلا يجوز أن يستخدم إلا مسلم، وأيضا يختار. بعض الناس يكون مسلم ولكنه يتسمى، ليس له ما يسمى الاسم، يختار الناس الطيبين الذي يمكن توجيههم، لأن المسلم يمكن توجيهه، من كان على دينك فهو يعينه. فلا يجوز للإنسان يستخدم الكفرة، الحمد لله يستخدم المسلم. وأما ما ولا ينبغي أن يبقى الكافر في جزيرة العرب إلا مثل ما كان يفعل عمر بن الخطاب في زمن الصحابة، كان النبطي الأنباط يأتون يبيعون سلعتهم وما يأتون بهم الطعام ثم يذهبون ولا يستقرون، وهذا غير ما يتعلق بولاة الأمور، ما يتعلق بولاة الأمور من الوفود وأشباههم. ولاة الأمور لهم اختصاصهم، لكن لا بكل حال لا ينبغي للإنسان أن يستقبل الكفرة. وإذا وجدوا فاستقروا في بلاد جزيرة فلا يجوز قتالهم، هم لهم أمن، لا يجوز قتلهم، فهم لهم عهد ولهم أمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يسعى المؤمنون كالجسد الواحد، قال يسعى بذمتهم أدناهم وهم يدعو على من سواهم. فإذا صار الإنسان كفل الإنسان واحد فإنه يكون في هذه الحالة يكون معصوم الدم والمال، يكون صاحب عهد له إجارة. والنبي قال لأمي هاني قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، فإذا أجار واحد من المسلمين ولو كان عبدا أو امرأة فإنه يجب على الناس أن يحترموا إجارته وأمانه، يكون صاحب أمان صاحب عهد. وليس معنى ذلك إنه إذا استقرب الكفر وجلس بين الكفر أنهم يقتلون، هذا الجهاد لا، ما هو بهذا الجهاد. الجهاد القتال في سبيل الله حينما تعقد الراية عقده ولي الأمر ويقاتل الكفار. أما هؤلاء أصحاب لهم عهد ولهم ذمة ولهم أمان، هم محترمون، دماءهم معصومة ومالهم معصومة، ولو غلط من غلط، إذا غلط الناس واستخدموهم وجعلهم جسم مدة فهذا غلط، لكن ليس على ذلك انهم يقتلون، لا، دماءهم معصومة ومالهم معصومة، وليس هذا جهاد، بل هذا اخلال بالامن، وهذه عقيدة الخوارج، هذا اخلال بالامن وقتل لنفوس معصومة، فالواجب الحذر من هذا. فالجهاد جهاد، والاخلال بالامن وطريقة الخوارج شيء اخر، طريقة الخوارج ما تكون جهاد. الخوارج كما قال النبي يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، الخوارج يكفرون نفس المعاصي ويستحلون دماءهم وأموالهم، يقتلون المؤمنين ويستحلون قتل المعاهدين، فيقتلون المؤمنين والمعاهدين جميعا بسبب العقيدة المنحرفة، لأنهم عندهم أهل الحراك وأهل زيغ وأهل ضلال، ومن ضلالهم يقولون نقتل الكفار ومن تعلق بهم هذا تترس بهم، من كل من يتبعهم من المؤمنين يقتلهم معهم، هذا كلام باطل. يقتلون المعاهدين يزعمون انهم يقتلون الكفار، فاذا قيل هم المؤمنون
الذين معهم المسلمون الذين معهم قالوا أولا يتترسوا بهم. وين التترس؟ التترس هذا في الجهاد في صف القتال، في صف القتال إذا جاء الكفار وجعلوا أمامهم مؤمنين مأسورين وجعلهم أمامهم دروع، هذا التترس. أما أن تقتل في بلاد المسلمين في بلاد المسلمين في بلاد آمنة تحت ولاية مسلمة ومعاهدون، تقتل معاهدين وتقتل المؤمنين معهم وتقول أن هذا تفرس، نعوذ بالله من زي القلوب. هذا زي القلوب، هذا هو العمل، وهذه طريقة الخوارج الذين يكفروا المسلمين بالمعاصي ويضعون الآيات التي في الكفار يضعونها في المسلمين. سلم منهم اليهود والنصارى ولا مسلم المسلمون، نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من زي القلوب. نعم أحسن الله عليكم. الشبهة الثانية يقول قولهم أن العهد والأمانة لمن في بلاد المسلمين منقوض بما يفعله الكفار المحاربين في بلاد أخرى، وأن نقض العهد ليس خاص بالإمام. وأن العهد والأمان هذا ليس بس هذا باطل، ليس ما ينقال له منقوض. لو كانت هناك دولة كافرة ثم جاء واحد منها ودخل في بلاد المسلمين بالأمان يصير معصوم الدم والمال، هم هذا هم مقاتل الآن دخل بأمان، هذا أمر باطل وليس بمنقوض. هذه الآراء الفاسدة وهذه الآراء المنحرفة وهذا مصادمة النصوص بالآراء الكاسدة، هذا قول باطل ليس بصحيح. بل هم لهم أمانهم ولهم عهدهم، حتى ولو كانت دولتهم تقاتل وتحارب المسلمين ثم دخل أحد منهم بأمان في بلاد المسلمين صار معصوم الدم والمال ولا يجوز قتله، دمه معصوم وماله معصوم. نعم. الشبهة الثالثة قولهم الزعم بأن العلماء يخفون الحقائق خوفا من السلطان. هذا اتهام، اتهام للنيات، الاتهام باطل والعياذ بالله. العلماء يبينون ويوضحون ولا خوف لله لهم الفلائم. أين الحقائق التي يخفونها؟ هذا النصوص هذا الأدلة الآن. ما في حقائق يخفونها. الحق واضح أبلج. هذا من المصائب في هذا الزمان أنهم يتهمون العلماء ويتهمون، وكذلك أيضا يتدخلوا في النيات ويقول فلان مقصود كذا وفلان مقصود كذا. إذا تكلم الإنسان يعني إذا شرح الإنسان بعض الكتب أحيانا شرحت أنا نواقض الإسلام، فجاء بعض الناس قال تقصد كذا، تقصد الدولة الفلانية، تقصد الشخص الفلاني. كيف أنا أشرح الآن أشرح كلام أهل العلم؟ تقول تقصد تدخل في نيتي، من قال؟ تعلم الغيب، تعلم ماذا أريد؟ لا أعد تقصد هذا، هذا ما تبين، ما قال في نقصد هذا، هذا الدليل. نسأل الله السلامة والعافية. يعني يوجد في هذا الزمن يعني شرور وفتن، تدخل في النيات يقول تقصد كذا وأنت تقصد الشخص الفلاني، تقصد الحالة الفلانية، تقصد الجهة الفلانية، تقصد المؤسسة الفلانية، وما ولا في دليل يدل على هذا. هذا اتهام والعياذ بالله. مثل هؤلاء يتهمون العلماء والعياذ بالله. هذا من الزجر، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يعني أن يحذر، أن يحذر وأن يمسك لسانه وأن يمسك أيضا قلبه عن الاعتقاد الفاسد، يحفظ قلبه من الاعتقاد الفاسد ويحفظ لسانه من الكلام السيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم.